لكن لم تكن هذه محاولات التنظيمات السرية اللي أنشأها جمال عبد الناصر دي، ما كانتش محاولة لامتصاص نقمة الشعب وغضبه على 67 كما يقول صلاح نصر؟ والله صلاح نصر هو في ما زال في حالة دفاع عن النفس، لأن هو تحاكم تحاكم، والكلام ده كله بعد المحاكمة. بعد المحاكمة، فحضرتك تعليقك على ذلك؟ تعليقي إن كل واحد مسؤول عن الكلام اللي بيقوله، ودي صور ده تاريخ من جوانب متعددة. هو مسؤول عن كلامه، بس ده تاريخ، ومن حقنا ان احنا نسأل شاهد على العصر مثل سيادتك. هو اللي بيكتب التاريخ، مش هياخد كلام صلاح نصر ولا كلام حسين الشافعي، هياخد من ده ومن ده ومن ده، ومع المواثيق ومع الاحداث هيكتب التاريخ. رائع، عشان كده احنا بنسأل حضرتك. انا ما بكتبش تاريخ، معلش، بس عشان كده بنسألك. انا بقول اللي شفته من الموقع اللي انا كنت فيه، ونسأل حسين الشافعي، ونسأل سامي شرف، ونسأل خالد محي الدين، ونسأل امين هويدي. انت بتسأليني عن كلام ناس، اسأليني عن اللي انا شفته، مش كلام الناس. انا مالي ومال كل واحد يقول زي ما هو عايز. عن اللي انت شفته، لماذا في سنة 1975 قررت انك تعتزل الحياة السياسية، أنا الممارسة الفعلية؟ ما قررتش الاعتزال، ولحد النهاردة أنا بحس بالمسؤولية، لأن الشخصية العامة لا تنتهي مسؤوليتها أبدا. أنا في 75 وعلى وجه التحديد يوم 14 أبريل اتصل بي، اتصل بمكتبي ممدوح سالم عشان يتحدد له معاد، فحدد له حددت له الساعة 1:30. فاتأخر 5 دقايق، قمت أصلي الظهر. أثناء ما بصلي وصل الباب اتفتح ودخل، ومعاه أجهزة الإعلام والكشافات والمصورين والبتاع وما أعرفش إيه. دخل لقاني بصلي، قعد استنى لما خلص صلاة. كشافات ومصورين. خلصت الصلاة، بعدين قلت له أنا يعني أرفض إن أحط إيدي في إيدك أو أسمع منك أي كلام قبل ما تقول لي إيه اللي حصل في موضوع الفنية العسكرية. لأن في أول يوم من المحاكمة تطوع واحد وجاب لي تسجيل عن اللي قاله صالح سرية في أول جلسة. فصالح سرية بيقول أنا استدعاني واحد عميد في المباحث اسمه عبد القادر، وقال لي إذا ما كنتش هتشهد إن حسين الشافعي على رأس التنظيم بتاع القضية بشعبته العسكرية والمدنية، هنعمل فيك وهيحصل لك وهيحصل لك، وعرى ظهره ورى آثار التعذيب اللي هو تعذب. بعدين قال، وبعدين أنا عارف مصيري، ولا يمكن ألقى الله بشهادة زور على ناس لا لهم دعوة بي ولا أنا أعرف بيهم ولا لهم أي اتصال بي. والعميد عبد القادر ده برضو طلع من درج المكتب كشف بأسماء 12 ضابط من الحرس الجمهوري ومن الأمن المركزي ومن القوات المسلحة. ولكن أنا ما أعرفش حد في الأسماء ديت إلا اسمين، اسم الفريق صادق والفريق الشاذلي. أدي لكن بعدين قلت له بعد كده قام المحامي عبد الحليم رمضان اللي بيدافع عن المتهم، وقال ان اللي مدبر هذه العملية هو ممدوح سالم وسيد فهمي اللي بعد كده ده ترقى بقى وزير داخلية وده بقى رئيس وزارة. فكل الأخبار القضية كانت بتطلع تباعا في الصحف، فمنعوا النشر، فإذا بصحف بيروت تقول كل القضية، مما اضطر رئيس المحكمة أنه يستدعي رئيس المخابرات ووزير العدل وكل المسؤولين، وقال لهم أنتوا جايبين المعلومات دي منين؟
ولما سأل رئيس المخابرات قال المخابرات لا تسأل عن مصادر معلومات. أيوه. بس ادي السادات قال انه امر ممدوح سالم بابلاغك بالتنازل عن خدماتك. انا لسه هقول. ايوه اتفضل. انا كان سؤالي بقى بعدين بعد ما خلصت. أيوه. من القصه دي قلت له ايه كنت جاي طالب المقابله ليه؟ جاي يقول لك تنازل عن خدماتك. هو بيقول لي بقى هو جاي علشان هيبلغني حاجه. فانا فاجئته بالكلام عن القضيه. ايوه بعدين بعد ما انتهينا قلت له انت جاي طالب المقابله ليه؟ قال لي يا انور السادات قال لي انا في نيتي ان اعين نائب للرئيس. قلت له ما يعين دي في سلطته. قال لي وبعدين قلت له يعني الدستور بيقول للرئيس ان يعين نائبا او اكثر اذا شايف ان الموقف يحتمل انه يعين اكثر من نائب رئيس. دي عمليه تقديريه. فهو عنده السلطه وهو يقدر. لكن ما فهمتش ده انه بيقول لك اتنازل عن خدماتك. فجيت اقول لي هو عايز فجيت اقول لي ليه؟ ايوه طبعا احتار. قال لي طب ما تتصل بيه. مش قادر يقول لي. قلت له هو اللي مكلفك ولا دي يعني من هندياتك؟ فزاد ارتباكه. ايوه قال لي ما انتوا بقى يعني زملاء وبتاع. قلت له طب خلاص ده كل اللي عندك اتفضل. ايوه ومشي. وبعدين يعني علمت انه عين الرئيس حسني مبارك كنائب للرئيس. حضرتك استقلت بقى. فانا يعني مش هعمل معركه لكن انا لا استقلت ولا اقلت. انا مشيت ولا فيش قرار صدر. بس لا استقلت ولا اقلت. لا. مشيت. السادات قال ايضا ان نائب رئيس الجمهورية حسين الشافعي بيخطب في المساجد وبيخلط الدين بالسياسة ويتحدث بشكل مختلط أو مختلف عن سياسات الدولة فكان لابد أنه لا يستمر. طب أنا لما لقيه انحرف وبيتجاهلني وما بيدعونيش إلى أي اجتماع فاكر أن أنا هقعد ساكت؟ طبعا هجيب يعني أوله وآخره وأشرحه قدام الناس وفي الجوامع ولكن هو كان يعني غير قادر على انه يواجهني. ايوه بس ايوه هل الخلاف بينك وبين رئيس الراحل انور السادات هو الذي دفع الاجهزه الامنيه الى اتهام ابنك في قضيه توزيع منشورات؟ قال السادات بعد ذلك انك ارسلت له خطاب تطالبه بالافراج عن ابنك فافرج عنه. ما صحه ذلك؟ غير حقيقي. غير حقيقي ابدا. لم ترسل له خطاب. هو طرد ابني من السلاح البحري. أيوة. وقدمه للمحاكمة على قضية يعني ما يقدرش يقدمها للمحكمة. أيوة. اللي هي توزيع المنشورات القضية الأولى. فحط عليه لا أبدا. كان كتاب واحد كتبه. أيوة. وأنا عملت له مقدمة. صحيح المقدمة فيها نقد لكل السياسة بتاعت أنور السادات. صحيح. بس بقى بطريقة يعني موضوعية. أيوة. طريقة موضوعية. فهو ما طقش يعني الكتاب لا غبار عليه. كتاب اسمه ايه كان؟ كان مصر الى اين وما العمل. ايوه وده ما صدرش لحد النهارده هو متلقح. لم يصدر هذا الكتاب. ف اللي كتب الكتاب يعني استعان بابني علشان يطبعه في الخارج لان ما قدرش يطبعه في الداخل. ايوه فاجهزه المخابرات قفشوا الكتاب مع أحمد ابني وكان ضابط في السلاح البحري فادوا له جزء إداري لأنه ما قدروش يحاكموه محاكمة مش إن مفيش أركان أي جريمة. وبعد ذلك هذا الخلاف بينك وبين أنور السادات أدى أيضا إلى أن دفع أجهزة الأمن أنها تحاول تلفيق قضية ترويج مخدرات لابنك وحصل على البراءة منها بعد ذلك. ده كان واحد جه عشان يهرب مخدرات. استخدم الاستراحة الحكومية اللي موجودة في المنتزه وحبوا يعني يلفقوا العملية على ان ابني مقيم في اسكندرية وفي الخيبة بتاعتهم ان ابني كان موجود في البحر الاحمر في اثناء هذا الموضوع. هل كان الهدف الحقيقي هو تلفيق اتهامات ليك او هز صورتك؟ هو كان
بيعتبر ان انا يعني هو لازم يتخلص مني قبل اي حد. لكن ليه؟ انا ما مكنتلوش، لاني انا اعرف يعني في تاريخ البلد ولي دور ولي وزن اكبر من وزنه 100,000 مرة. بس فهو ده طبعا هو حاسس بكده، انا مش حاسس. هل ارادوا استغلال الوازع الديني لديكم لربطك بتنظيمات متطرفة في عهد انور السادات؟ ما هي حكاية صالح سرية، بتاعت صالح سرية دي. هل سمعت صوت صالح سرية في شريط الكاسات؟ عندي شريط. سمعت صوته؟ سمعت صوته. وموقفك ما زال كما هو؟ طبعا. يعني احنا في بداية اللقاء قلنا ان حسين الشافعي الرجل الذي لم يغير موقفه امام المواقف التي تغيرت، فما هو موقفك حاليا بالنسبه لايه؟ بالنسبه للموقف العربي الاسرائيلي والسلام مع اسرائيل. الموقف العربي ده يعني قدر بيفرض على الأمة، ودي يعني زي ما ربنا بيقول يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، فهي وزي ما بيقول كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا قبل محمد فأحياكم ثم يميتكم، الوضع اللي احنا فيه، ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فيعني نرجو ان الإحياء ما يتأخرش اكتر من كده، لان احنا خلاص بقت روحنا في مناخيرنا.